لكي تعرفي قياسك الصحيح أو أقرب قياس يناسبك، يتم أخذ القياس كالآتي: الوقوف بشكل مستقيم ومساواة بين القدمين بالكتفين. يتم قياس عرض الأكتاف من الخلف مع مراعاة وضعية الوقوف وفرد الأكتاف بشكل سليم. أما قياس الصدر فهو المحيط من الجانب والالتفاف كاملاً. محيط الخصر كما هو معروف. قياس الورك يكون بقياس المحيط أسفل الخصر. قياس الأكمام يؤخذ من طرف الكتف إلى الرسغ أو أبعد قليلاً. وأخيراً الطول يقاس من الكتف حتى القدمين.